هل انت من النوع اللي يحبون ياكلون الكاكاو الاسود الدارك المر الحيل؟ زين، وانا نزلت في فيديو رقم 250، شوفوا الفيديو، انا حاط رابط الفيديو. عموما ودك تاكله لكن مر، زين، شلون تاكل هذا الكاكاو تخلي بطعم السنيكرز الوايد يحبون الناس السنيكرز، خاصة قبل التمرين حق الباور وكذا، فشلون تسوي بهالطريقة؟ زين، الفكرة مالته وايد سهلة جدا، تجيب لك قطعتين مثلا او ثلاث كيفك، الكمية اللي تبيها من الكاكاو مثل ما احنا نشوف بالصورة. زين، الكاكاو حاول تاخذ شيء فوق يعني 80 90 95% من الدارك المر، يعني زين، على شروط اللي انا ذكرتها في الفيديو رقم 250 لما تشوفونه. تجيب قطعة اللي تبيها، زين، وتحضر لك جدر صغير وجدر ثاني اكبر منه شويه مثل ما احنا شايفين بالصوره. زين، حتى راح نستخدم حمام حار او يعني عشان يذوب الكاكاو، احنا نذوب هذا الكاكاو. زين، فتحط جدر صغير داخل الكبير، زين، وتحط حوالينه تصب الماي الحار، تحطه بالش اسمه وتصب الماي الحار، زين، لا يطفى حده، والكاكاو الدارك هذا حاول تكسره قطع صغار وتحطها داخل الجدر الصغير. زين، وبعدين تجيب، لانه مر فشو تخليه حلو، راح نستخدم، واحنا شغله طبيعي 100%، ما راح نستخدم الشكر. ايش راح نسوي؟ راح نستخدم العسل الطبيعي، مو عسل اللي يبيعونه اللي تعرفون بالرفوف، لا لا، عسل طبيعي من مصادر معروفه ناس تسويها. زين، عسل طبيعي، تاخذ لك، انا مقترح قفشه، انت ممكن تحط قفشتين تحب حالي اكثر، او ثلاث قفشات كيفك. زين، الكميه المقادير انت كيفك فيها، انا بس اعطيكم الفكره، والباقي يبقى هذا كله على الذوق. زين، تحط لك قفشه وياهم، وتحط عشان يكون طعم سنيكرز، ناخذ زبده الفول السوداني. زين، زبده فول سوداني، تاخذ لك قفشه، زين، ممكن تحط قفشتين، قفشه ونص كيفك، بس انا حاط قفشه، ممكن تروح اكثر. وحاول تاخذ لك النوع اللي يسمونه اورجانيك، الزبده فول سوداني، زين، قدر الامكان خليك طبيعي 100%، وخر عن يعني التجاري حيل حيل، زين، الريدي وخر عنه. فتحط لك قفشه، الماء الحار هذا لما تصبيت عليه، زين، ايش راح يسوي؟ راح يخلي الكميه الداخل كله يذوب، فلما يذوب انت بالقفشه حاول تحوس وتحوس وتحوس لما يصير ذايب كله، تاكد انه ذايب حيل. زين، واذا تحب كنا سنيكرز حيل حيل، حط قطع السبال، كسرهم صغار وحط السبال، هو الفول السوداني، كسرهم وحط اساس يصير مخلوط وياه كنا شو اسمه. زين، الى انت تتاكد انه صار 100% يعني يعني مو يابس، صاير لزج حيل، هني انت ممكن توقف الشغل هذا كله، وتجيب كواب صغار اللي يحطون فيه كيك اب كيك ولا شيء، اي نوع صغار كذي عشان تعبيهم، وعب اترسهم، زين، سوي لك كميه كلها وخذهم وسكرهم طبعا، وحطهم بالفريزر، حطهم بالفريزر عشان يصيرون يابسين، بعدين طلعهم خلهم بالثلاجه مكان ابرد يعني بارد، بس مو نفس الفريزر، حتى بعدين تقدر تاكله ما يصير يابس حيل حيل، صعب انك تاكله. والنتيجه راح يصير، النتيجة راح يصير عندك، أنا حاط هنا الكمية سوت وايد، بس اللي مطلعهم ثلاثة مثل هذا الحين موجود، زين، جاهز، زين، تقرمه، شيء خيالي عجيب، سنيكرز طبيعي 100% ودارك، زين، تاكله مع شاي مخدر، الله. بس إذا أخذت سويت الطريقة مع شاي مخدر، صرفيني، دعوني، ايش دعوه.